طاقم الاستعمال من النفط أن تكون بحكم مرة أخرى أطار الجغرافية الشاملة للتراب الوطني نوفر في كل محطة. هل هناك نية من طبيعة الحال؟ أنا قلتها وسأقول. الآن احنا في مخطط 2022-2027 لدينا مشاريع كبيرة، لدينا استثمار كبير. الغلاف المالي الذي خصص للمشاريع الاستثمارية لخلال 5 سنوات يتعدى 250 مليار دينار. المشاريع التي سطرت في هذا المخطط الخماسي المقبل أهمها ربما خط نقل غاز البترول المسال من أرزيو إلى الجزائر، ليس إلى الجزائر العاصمة، حتى هناك بعض التأويلات من بعض الصحفيين، ليس الكل، مرورا بعدة مدن. أي هذا الأنبوب سيمول عدة مدن عبر مساره الذي ينطلق من أرزيو حتى الجزائر العاصمة. هناك مشروع آخر، نقل الوقود من مدينة العلمة أين يوجد مركز تخزين كبير إلى مرة أخرى إلى الجزائر العاصمة، وكذلك نفس الشيء هذا الأنبوب سيمون عدة مدن يمر بها. من بين المشاريع المسطرة هو مشروع وحدة لإنتاج الزيوت، وحدة لرسكلة الزيوت المستعملة. هل يكون بشراكة مع شركة أجنبية أو لوحدنا؟ يعني لم نفصل بعد في الموضوع.